باش تكون عارف ما تحترموهاش، كتشوف كتيقول لك دوز لهاد الشيء. غادي تلقى شي وحدين عندهم الرنس دابا شي يديروا تيشدوا شي دوسي ديال المملكه المغربيه وتحطوا زعما راه حيت هي كتكون في اللوكاسيون بزاف، تحطوها زعما راه طوموبيل تي هادي راه ماشي لوكاسيون. لاحظوا 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 خويا امين واش تنصحني بسياره رانج روفر؟ لا لا انصحك يا اخي الكريم، لا انصحك بسياره رانج روفر، لانني انا عندي رانج روفر صراحه ما عمرني كان عندي ما فيها حتى شي مشكل، الطوموبيله مزيانه صراحه الله ما كاين حتى شي اشكال، ولكن اخويا ما اسمع عن هذه السياره لانه كاينين الناس اللي تكول عليهم الموطور. نقول لك الواقع هي في الكونفور في كل شيء زوينه. كان واحد خونا قال لهم على امير الرغيب ورى واحد ما عنديش هذيك الرانج تاع 2014 احبيبي، عندي جديده يعني كنهضر انا في الجديده زعما بغي ينقص مني يعني. فاطمه انت تعتبر الطوموبيله شي حاجه ما علينا. قلت لك اخويا لا انصحك بها، انا صراحه لا انصحك بها لانها هي سياره بعدا فيها تتكول عليها الموتور، الطوموبيله خصك تتعامل معها بواحد الحنيه الا بغيتي داك الموتور يبقى زوين. يعني ملي كتشري طوموبيل غاليه وتتولي هز لها من الموطور هذا اشكال. فيها موتور بيجو، يجي شي واحد يقول لي ما فيهاش موتور بيجو راه هذا شاريها. فيها موتور بيجو الوحيد اللي عنده رانج و تيخسر فيها والله راه هضرت هضر معاكم في الله. فيها موتور بيجو الكونفور 10 على 10، ما كايناش شي سياره بحالها في الكونفور. دابا انا بغيت نبدل واحل اش غنشري لانه هي كبيره بزاف، ممتعه في السياقه في المسافات الطويله، في المسافات القصيره في المدينه غتمحنك، ثقيله يا خويا طوموبيله ثقيله. ايوا هادشي اللي كاين، هادشي هذا هما الايجابيات والسلبيات. وثاني راه كضرب زعما بحالي انا حيت كندير بها لا نافيت اخويا راه تتفرع على المازوت هذيك. ايوا هادشي اللي بطبيعه الحال ما كنتيش قاد على المازوت ديالها ما تشريهاش. ايوا هادشي اللي كاين اخويا شغنقول لك، سينو راه الكونفور ديالها واعر وهذا، ولكن اخويا فيها موتور بيجو. ايوا هادشي لا غادي غالبا غنقدر نرجع للمرسيدس انا. دابا كاع اللي عنده شي ران سبور ما يحملنيش في هاد اللقطه هادي. ايوا هذا هو الواقع اخويا. انا نشوف انا تحشات ليا ما نبغيش تحشى الناس. بغيتي تشري هي طوموبيله طوموبيله ما تحترمهاش المخزن باش نكونوا واضحين. من نهار شريت هاد الرينج وانا في مكان شي باراج وقفت فيه فيك يا المغرب، باش تكون عارف ما تحترموهاش، كتشوف كتيقول لك دوز لهاد الشيء. غادي تلقى شي وحدين عندهم الرنس دابا شي يديروا تيشدوا شي دوسي ديال المملكه المغربيه وتحطوا زعما راه حيت هي كتكون في اللوكاسيون بزاف، تحطوها زعما راه طوموبيل تي هادي راه ماشي لوكاسيون. لاحظوا 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 الله الا فين ما كان شي براج وقفت فيك يا المغرب في هاد الطوموبيل. كانت عندنا المرسيدس كنا الحمد لله بهيبتنا كنمشيو ما بخير وعلى خير، كناش تنوقفوا بزاف. هادي يا خويا غير كيشوفك مشبوه سختو الا كنتي صغير، انا تنهضر الا كنتي صغير مالا كانوا الناس شارفين الله اعلم. المهم كنتي صغير دوز لي هادشي كاع بوانتي البراجات المغرب والله العظيم. ايوا هادشي اللي كاين. انا تنبيع ونشري عندي ميغا تيحترموها والله الا تنكون صايق الميغا ما تيشدونيش للمخزن في الميغا. دابا عندي ميغا عندي ميغا دوزيام فواتور يكون غادي بها باحترام وحق الله العظيم. داكشي اللي كنتشد بهاديك ما تنتشدو في الميغا، تا وليت تنسوق الميغا اكثر من هذيك الرجل. ايوا غير باش تكون